اهلا بكم مرة تانية، وجايين لكم باخبار قوية النهاردة. وهل سي ام بانك هيعود للاتحاد الدبليو دبليو اي ولا هيعمل ايه؟ كل ده هتعرفوه في الفيديو، بس كملوا للاخر. الاتحاد بقى خلاص اعلن عن الرويال رامبل لسنة 2023. رويال رامبل 2023 هتكون عرض كبير. طب ليه بقول الكلام ده؟ علشان هيكون العرض في سان انطونيو في تكساس، وطبعا زي ما انتوا عارفين ان تكساس تعتبر مدينة كبيرة. وطبعا كان في بعض المواقع المهمة بتقول ان هيكون في رويال رامبل في عودات كبيرة وهيكون فيها نجوم كبار. طبعا هم يقصدوا بالكلام ده ايدج، وطبعا ممكن وبنسبة كبيرة يكون قصدهم على زاروك. بعيدا بقى عن الموضوع ده، طلع بقى عمدة المدينة وقال بقى ان احنا فرحانين جدا ولينا الشرف ان احنا نستضيف عرض كبير زي عرض رويال رامبل 2023. وبيقول بقى ان العرض ده هيخلي محبين المصارعة ييجوا من كل مكان لمدينتنا، وبيقول بقى ان الحدث الكبير ده هيخلي المدينة تكون حالتها الاقتصادية كويسة. ما يعرفش بقى عمدة البلد ان الجمهور لو ما شافش اللي هو عايزه هيكسر له المدينة باللي فيها. ولكن بقى خلونا متفائلين مع تريبل اتش، وهنشوف هيقدم ايه في رويال رامبل 2023. داميان بريست بقى بيطلع وبيقول الفرق اللي هو شايفه ما بين فينس ميكمان وتولي تريبل اتش. بيقول بقى على الرغم من ان هو ابتعد من الصورة، يعني قصده ان هو كان بطل الولايات المتحدة لكن اتاخد منه اللقب، ولكن انا شايف ان تريبل اتش احسن من فينس ماكمان في حاجة واحدة بس. حاجة واحدة بس؟ هو فينس ماكمان ده عنده حاجة اساسا؟ المهم الحاجة دي هي ان هو قادر انه يتكلم مع تريبل اتش، على عكس فينس ماكمان اللي ما كانش حد يقدر يقرب منه او يتكلم معاه. يعني بيقول ان هو بيسمح لنا ان احنا نتكلم معاه ونتناقش في مستقبلنا في عالم المصارعة. وبيقول انا عارف طبعا ان الاتحاد حاليا في تحسن كبير بعد تولي تريبل اتش، لكن انا بقول من وجهة نظري ان هو خلانا قريبين منه اكتر من لما كان فينس ماكمان ماسك الشركة. يعني هو ده التغيير الوحيد اللي شايفه داميان بريست. داميان بريست بعد الكلام اللي قاله ده مش هيعلى ولا خطوة لفوق. فاصل بسيط ونكمل معاكم الاخبار. تريبل اتش بقى في مقابلة مع قناة بي تي سبورت اتحدث عن انسحابه من عرض NXT في 2021، وطبعا ده كله كان بسبب وعكة صحية، واكيد كلكم عارفين الكلام ده وعارفين اللي حصل له. بيقول بقى ان بعد ما انا مشيت وسبت العرض ده شفنا تغيير في اللون وفي شكل الشعار، وكمان بقى عدد النجوم اقل. وبيقول ان انا شايف ان كان في حاجات ايجابية بتحصل وانا مش موجود، ولكن الحاجات السلبية كانت اكتر من الحاجات الكويسة. وبيقول ان انا كنت بتواصل مع الفريق الابداعي في انهم يعملوا حاجات ايجابية كتير. وبيقول بقى تريبل اتش في الاخر ان انا كنت عارف كل اللي بيحصل في عرض NXT وانا مش موجود. طب يا عم تريبل اتش، ما انت عارف كل اللي بيحصل، سايب كل ده يحصل ليه؟ ما كنت عملت اي حاجة عشان ترجع. المهم انه بيقول ان هو هيحسن كل الكلام ده في الفترة اللي جاية، وبيقول ان كلنا هنشوف الفرق ده. بوكر تي بقى بيطلع وبيتحدث حول احتمالية عودة سي ام بانك مرة تانية لاتحاد الدبليو دبليو اي. بيقول بقى كله شاف المشاكل اللي ما بين سي ام بانك واتحاد الاي اي دبليو، وبصراحة من الاخر كده الواد مش ساكت لهم. فبيتكلم بقى وبيقول ان هو في النهايه هيمشي من اتحاد الاي اي دبليو، واكيد الكل عارف الكلام ده، لكن هل بقى هيعود للاتحاد الدبليو دبليو اي؟ خصوصا ان هو كان مشي بطريقه وحشه، وطبعا علاقته مع اتحاد الدبليو دبليو اي قبل مغادرته كانت علاقه سيئه، فهل هيقدر انه يرجع مره تانيه؟ بيقول كلنا عارفين ان سي ام بانك كرامته مهمه جدا عنده، فهل بقى هيقدر ان هو يرمي كرامته ويروح اتحاد الدبليو دبليو اي مرة تانية؟ دي هتكون حاجة وحشة جدا وسيئة جدا لسي ام بانك، وهتقلل من شأنه جدا.
طب ليه كده يا بوكر تي؟ ما تخليك محضر خير، ولا انت عايز تولعها حريقة وخلاص؟ خلي الواد يرجع ويشوف مستقبله. وفي النهاية بقى بوكر تي بيقول ان هو شايف ان سي ام بانك هيسيب الاتنين ويمشي، يعني قصده هو كده كده مغادر ال WWE، فهيسيب كمان اتحاد ال AEW ويعتزل خالص عالم المصارعة. ده طبعا كان رأي بوكر تي. وبكده تكون انتهت اخبارنا النهاردة. اكتبوا لنا في التعليقات انتوا شايفين ان سي ام بانك ممكن يعود مرة تانية لاتحاد ال WWE ولا خلاص هيعتزل عالم المصارعة. وبس كده خلص الكلام.